يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فما الجاهلية المقصودة في الآية؟ وهل توجد جاهلية ثانية؟ وما التبرج الذي نهى الله عنه في هذه الآية؟ قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الآية مذكورة في سياق النداء لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ترشدهن إلى الاستقرار في بيوتهن وعدم التبرج كما كان عند الجاهلية الأولى. التبرج قيل هو المشي مع تبختر وتكسر، وقيل هو أن تلقي المرأة خمارها على رأسها ولا تشده فتنكشف قلائدها وقرطها وعنقها، وقيل هو أن تبدي من محاسنها ما يجب ستره وهو مأخوذ من البرج أي السعة، وقيل هو من البرج أي القصر العالي. ومعنى تبرجت ظهرت من برجها، وهو بهذا المعنى يجعل جملة ولا تبرجنا مؤكدة لجملة وقرنا. الجاهلية الأولى مختلف في تحديد زمنها، وملخص الأقوال كما في تفسير القرطبي: أولا، هي ما بين آدم ونوح، وهي 800 سنة، قاله الحكم ابن عيينة. ثانيا، هي ما بين نوح وإدريس كما قاله ابن عباس. ثالثا، هي ما بين نوح وإبراهيم كما قاله الكلبي. رابعا، هي ما بين موسى وعيسى كما قاله جماعة. خامسا، هي ما بين داود وسليمان كما قاله أبو العالية. سادسا، هي ما بين عيسى ومحمد كما قاله الشعبي، وكلها أقوال ليس لها دليل صحيح. فالقدر المتفق عليه أنها قبل البعثة النبوية بزمن طويل، لأن وصفها بالأولى يشعر بأن هناك جاهلية ثانية أتت بعدها وهي أقرب منها إلى البعثة. وكانت المرأة في الجاهلية الأولى تلبس الدرع من اللؤلؤ أو القميص من الدر غير مخيط الجانبين، وتلبس الرقاق من الثياب ولا تواري بدنها، فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال. وهذا يشعر بأن ذلك العهد عهد ترف. فهل كان في أيام عاد وثمود، حيث جاء في القرآن الكريم ما يدل على أن هؤلاء كان فيهم حرارة وقوة وترف، يبنون بكل مكان آية على قوتهم، يعبثون ولا يجدون بشكر الله، ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون، وأمدهم الله بأنعام وبنين وجنات وعيون، وينحتون من الجبال بيوتا فارهين؟ ربما يكون ذلك هو عهد الجاهلية الأولى. ومهما يكن من شيء، فإن الجاهلية الثانية المتصلة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت بهذا الثراء الفاحش، لكن كان في بعض نسائها بعض مظاهر التبرج الذي قد يصل إلى العري الكامل في بعض الأحيان. فقد ذكر مسلم في صحيحه أن المرأة كانت تطوف بالبيت وهي عريانة، فنزل قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ووصف التبرج بأنه تبرج الجاهلية الأولى لا يعني أن المنهي عنه هو ما كان على هذه الصورة الفاضحة، بل هذا الوصف لبيان الواقع وليس قيدا لإخراج ما عداه من الحكم. والتبرج المنهي عنه في الإسلام هو كشف العورة التي يختلف حجمها أو مساحتها باختلاف من يطلعون عليها، فمع المحارم كالأب والابن والأخ هي ما بين السرة والركبة، ومع الرجال الأجانب هي جميع البدن ما عدا الوجه والكفين،
والخدم الموجودون الآن رجال أجانب، وعورة المرأة مع المرأة كعورتها مع المحارم، وليس من المحارم ابن العم وابن العمة وابن الخال وابن الخالة وأخ الزوج وكل أقاربه ما عدا والده. وإذا جاز لها كشف الوجه مع الأجانب فليكن من غير أصباغ ومغريات فاتنة، فالمقصود من النهي عن التبرج هو عدم الفتنة وسد باب الفساد. وإذا كان هذا النهي موجها إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهن أولى، لعدم وجود ما لديهن من الشرف والحصانة والانتساب للرسول والبيئة الصالحة. ويتبع كشف العورة لين الكلام والتعطر والخلوة والتلامس وكل ما يدعو إلى الفتنة.